بالحب، بس كنت خايفة منه في الأول شوية كده، ما جربتوش في الشغل وبتاع. فلقيت بعت لي دور بعدها إن أنا أعمل مراته ويرميني من جبل المقطم بعد كده في الأحداث. وأنا بقى اليوم ده ما شفتش نوم، هيرميني من فوق المقطم؟ طب إزاي؟ أقول له طب وابني؟ طب مين هيربي ابني؟ قال لي ماليش دعوة، أنا مالي ومال ابني. واندمج قوي 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 بيجسني، كنتش اعرف بقى لما هو طبطب عليا كده وبتاع وقال لي بتعيطي؟ هرميك ازاي؟ تخفتي بجد يرميكي؟ ايوه، اصل دول ما عندهمش، لا ممكن يقول لك يقف حد يلقطها يحط له مرتبه بتاع، حط لها مرتبه وجبل يا دكتور ازاي يعني، وانا كل دماغي ابني. ولا نفعت المصاصة اللي باخدها معايا، ولا نفعت حاجة. انتي بتروحي المصاصة؟ أنا على طول المصاصة. ليه؟ بحب يعني إن أنا أفرقها على إيه؟ إن عشان ما يشربوش سجاير. فياكلوا مصاصات. لأن أنا، هو قال لي أنت اديتي مش عارفة مين الحمراء وأنا عايزها. ده فريد شوقي؟ قلت له بجد الله يرحمه فعلاً. قلت له بجد عايز الحمراء. بكره هجيب لك لوحدك الحمرة بتاعتك. يا عندك ميزانيه بس للمصاصات. بس هجيب ايه؟